أهلا مرحبا بكم، هذه نشرة أخبار الثامنة من قناة الموريتانية، نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. الجمعية الوطنية تصادق في جلسة علنية على 3 مشاريع قوانين تتعلق بالطاقة الكهربائية والطرق البرية والمعادن. انطلاق ورشة للمصادقة على إطار البرمجة للتنمية الصناعية في بلادنا لتحسين تنافسية القطاع الصناعي. المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي إعلان استقلال إقليم كاتالونيا، ورئيس الإقليم المعزول ينفي عزمه طلب اللجوء لبلجيكا. مرحبا بكم، نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة للسيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة احتفال بلاده بذكرى الثورة الجزائرية. وشدد رئيس الجمهورية لنظيره الجزائري حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. عقدت الجمعية الوطنية اليوم جلسة علنية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية النائب محمد يحيى ولي الخرشي. وقد ناقش أعضاء الجمعية في هذه الجلسة مشاريع قوانين تتعلق بالطاقة الكهربائية والطرق البرية والمعادن. جلسة علنية جديدة على مستوى الجمعية الوطنية تحت رئاسة نائب رئيس الجمعية النائب محمد يحيى ولي الخرشي، خصصت هذه الجلسة لمناقشة مشاريع عديدة، يتعلق الأول منها بمشروع القانون رقم 129/17 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 18 أبريل 2017 في الرباط بالمملكة المغربية بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمخصصة لتمويل مشروع توسعة شبكة الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية الشرقية. أما المشروع الثاني فيتعلق بمشروع القانون رقم 130/17 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع 13 مارس 2017 بين الجمهورية الإسلامية لموريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصص لتمويل بناء جسر روسو. المشروع الثالث يتعلق بمشروع القانون رقم 133/17 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مصنع القلب 1 الموقع 18 إبريل 2017 في الرباط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وتميزت هذه الجلسة العلنية في البداية بعرض مختلف التقارير المتعلقة بهذه المشاريع والدورة الإيجابية المنتظرة منها في تقريب الخدمات من المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. مداخلة النواب ركزت على تثمين هذه المشاريع، مؤكدين أنها تأتي لتأمين حصول السكان في المناطق المستهدفة على الخدمات القاعدية الأساسية في المجالات التنموية والاقتصادية. كما تطرقت المداخلات إلى الإنجازات التي قامت بها الحكومة ومكنت من إنشاء شبكات كهربائية داخل البلاد. وفي المجال الطرقي ثمن النواب التطور الملحوظ في الشبكة الطرقية على عموم التراب الوطني، مؤكدين أن هذا المشروع المتعلق بجسر روسو يعتبر إضافة مهمة في هذا التطور خلال السنوات المقبلة، مطالبين بزيادة هذه الاستثمارات لتشمل مناطق جغرافية أخرى في البلاد. وزير الاقتصاد والمالية المختار للجاي قدم أمام النواب في هذه الجلسة الخطوط العريضة التي اتبعتها الدولة بهدف إلى مركزية خدماتها في مجال الكهرباء وبناء الطرق طيلة السنوات الأخيرة. وبين السيد الوزير بالشرح والتحليل الأهداف الأساسية لمشاريع القوانين هذه، مضيفا بأنها تسعى لتوفير الطاقة الكهربائية للسكان في ضفة نهر السنغال. وبخصوص جسر روسو قال السيد الوزير إن هذا الجسر يعد مكسبا مهما للساكنة انتظروه لسنوات طويلة كمنشأة دائمة العبور بين ضفتي نهر السنغال. كما أكد السيد الوزير أن تأهيل مصنع القلب 1 يؤكد الاهتمام الذي تليه الدولة للقطاع المعدني في السنوات الأخيرة، وهو ما سيساعد على تنمية هذا القطاع الحيوي الهام. الوزير رد كذلك على مجمل الأسئلة والاستشكالات التي طرحها النواب حول هذه المشاريع، مؤكدا لهم أن الدولة ستواصل بناء الجسور وتوسيع شبكات الطرق الكهربائية في المناطق المختلفة داخل البلاد.
وفي الأخير صادق أعضاء الجمعية الوطنية على هذه المشاريع المتعلقة بمجالات الطاقة، الطرق والمعادن. انطلقت اليوم أعمال ورشة للمصادقة على إطار البرمجة للتنمية الصناعية في بلادنا، منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. يهدف هذا اللقاء إلى تحسين تنافسية القطاع الصناعي حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. تم تصور البرنامج الإطاري للبلد حول التنمية الصناعية الذي ينفذه قطاع التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بشكل يمكن من تعزيز الدعم الفني للقطاعات المعنية عبر إعداد خارطة طريق كفيلة بإرساء تنمية صناعية مستديمة وشاملة. وقد خصص اجتماع اليوم الذي يضم أغلب القطاعات الحكومية لتبادل الرؤى حول مضمون الوثيقة التي ستشمل مسار الصناعة في بلادنا خلال السنوات 15 المقبلة. إن إطار البرمجة للبلد سالف الذكر بما له من أهداف طموحة يستدعي تنفيذه الكثير من الموارد التقنية والمالية، وقد تم في سبيل ذلك إعداد مصفوفة بالنشاطات ذات الأولوية في البرنامج للتداول بشأنها خلال طاولة مستديرة تنظم لاحقاً لرصد التمويل. والهدف من اللقاء الحالي هو تبادل الرؤى في مضمون تقرير الورشة، خاصة فيما يتعلق منه بالنظرة التحليلية للأوضاع، من أجل الخروج بتوصيات محددة سيتم الأخذ بها في الوثيقة النهائية. ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية السيد فيكتور جامبا بيّن من جانبه أن إطار البرمجة للبلد حول التنمية الصناعية يتطابق مع التوجه العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الذي يهدف بالأساس إلى إرساء تنمية صناعية مستديمة وشاملة، والذي تم الاتفاق عليه خلال الدورة 15 للجمعية العامة للمنظمة الأممية للتنمية الصناعية. وتضمن برنامج اللقاء متابعة عدة عروض من بينها التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، برنامج الشراكة نموذجا، تحسين الجودة والتنافسية في المؤسسات، وتنمية القطاع الخاص والشراكة ودمج الشباب والنساء في النشاطات المنتجة. نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين اليوم ورشة تكوينية لصالح مسؤولي الاتصال بالقطاعات الوزارية بالتعاون مع السفارة الأمريكية في بلادنا، وتأتي الدورة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حرية الصحافة ولولوج المواطن المستحق لوسائل الإعلام على جميع التراب الوطني، وإنشاء فضاء إعلامي هادف ينمي المواطنة. بتعاون بين نقابة الصحفيين الموريتانيين وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بنواكشوط، ينظم هذا الملتقى التكويني لصالح مسؤولي الاتصال في القطاعات الحكومية الوطنية. وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة هاوا شيخ سيدية تانجا قالت خلال افتتاحها للملتقى إن العشرية الأخيرة تميزت في موريتانيا بضمان الحريات الإعلامية وتمكين المواطنين من النفاذ إلى وسائل الإعلام ومصادر الأخبار مع تعميم الخدمات الإعلامية الأساسية على عموم التراب الوطني. وهذا تضيف السيدة الوزيرة ما جعل موريتانيا تصنف ضمن الدول الرائدة في مجال حرية الإعلام. سفير الولايات المتحدة الأمريكية في نواكشوط لاري أندري قال إن التكوين يهدف إلى مساعدة مستشاري الاتصال ليصبحوا أكثر دراية بعدة مفاهيم، من بينها توطيد العلاقات المهنية مع الصحفيين لضمان سيادية التواصل الحكومي مع الجمهور عبر وسائل الإعلام. وتسعى نقابة الصحفيين الموريتانيين من خلال هذه الدورة إلى تعزيز المهارات وتطوير التعاطي الإعلامي. إننا ننتظر جميعا أن نصل من خلال هذه الورشة إلى وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للاتصال الحكومي تشجع لاستخدام الأمثلة لمهارات الاتصال وأدواته، وإقامة مختلف الأنشطة الإعلامية، وتمكين الصحفيين للوصول إلى المعلومة، وتطوير أدوات التواصل الفعال مع فئات المتعاملين ومع الجمهور، وإدارة وتنظيم الأنشطة الإعلامية المختلفة لما لذلك من أهمية في تطوير المجتمع والدولة. ويشرف على التكوين في هذه الدورة الخبيران الإعلاميان ناثان تك ودده عبد الله
ويخصص يومها الأخير لتكوين مجموعة من الصحفيين الشباب. بدأت صباح اليوم بالعاصمة أعمال يوم تشاوري منظم بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا حول توعية المجتمع المدني بدور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وصلاحياتها. هو يوم تشاوري مع المجتمع المدني حول مهام وصلاحيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وبحث سبل التعاون المشترك والتكامل بين الفاعلين المعنيين بخصوص القضايا المتعلقة بالتعذيب، كما يسعى هذا اللقاء إلى التحسيس بأهمية ودور الآلية الوطنية في ترقية وحماية حقوق الإنسان. وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة هوا الشيخ سيدية تانديا أوضحت في كلمتها بالمناسبة أن بلادنا حققت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان بشكل عام والوقاية من التعذيب بشكل خاص، ويمثل إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مؤخرا أكبر دليل على ذلك. وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن موريتانيا صادقت في العام 2012 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويشكل الملتقى أيضا فرصة لتبادل الآراء والتجارب بين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وممثلي هيئات المجتمع المدني في مجال مناهضة التعذيب. هذا ما أكده رئيس الآلية الوطنية في كلمته. يهدف تنظيم هذه الورشة التي تجمع لأول مرة بين الآلية من جهة والمجتمع المدني والشركاء من جهة أخرى إلى تعزيز التعاون بينهما وخلق تفاهم مشترك حول الدور التكاملي بين الآلية وهيئات المجتمع المدني وخاصة منها ذات العلاقات بمناهضة التعذيب. ولا يخفى عليكم الأهمية البالغة التي تمثلها الورشة لهذه الأطراف من خلال النقاشات وتبادل التجارب وتدارس التحديات لتعزيز تعاونهم وتمكينهم من فهم الأفضل لأدوارهم ومسؤولياتهم الجمة. رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين السيد محمد دول سيدي أبرز في كلمته أن التعذيب جريمة في حق الإنسانية، وأكد استعداد المنتدى التام للتعاون مع الآلية لمنع كل الممارسات الضارة بكرامة الإنسان. أما ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بلادنا السيد إكهارد ستراوس فقد شكر موريتانيا على إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وأكد دعم هيئته للجهود الرامية إلى تكريس حماية حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب بشتى أنواعه. المشاركون في اللقاء تابعوا عروضا حول التعريف بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والعلاقة التكاملية بينها والمجتمع المدني وفرص التعاون بينهما. احتضن مقر البنك الدولي في بلادنا صباح اليوم حفلة لتقديم التقرير السنوي للبنك الدولي حول مؤشر تحسن مناخ الأعمال 2017 أو داونغ بيزنس 2017، وأكدت نتائج هذا التقرير تقدم بلادنا 10 درجات عن السنوات الماضية، وسير السياسات الاقتصادية المتبعة من طرف السلطات الموريتانية بهذا الخصوص في الاتجاه الصحيح. حفل إعلان تقرير مناخ الأعمال المعروف بدوينغ بيزنس الذي يصدر سنويا منذ 15 عاما عن مجموعة البنك الدولي شكل مناسبة للأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد الأحمد عيدة للحديث عن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها بلادنا في سبيل استقطاب المستثمرين الوطنيين والدوليين، مبينا أن تقدم بلادنا خلال هذه السنة بعشر نقاط على مؤشر مناخ الأعمال يجسد نجاعة السياسات الاقتصادية للبلد. ويعتمد تقرير مناخ الأعمال على جملة من المؤشرات تعطي نظرة عن أهم الأولويات حول اقتصاد كل دولة، وقد لوحظ تقدم هام لبلادنا على هذا المؤشر خلال السنوات الأربع الماضية، وصل 26 درجة ما بين 2014 و 2017. ممثل البنك الدولي في بلادنا سيد لوران ميسلاتي هنأ موريتانيا على تقدمها على هذا المؤشر الدولي الهام، مبينا أن ذلك يشكل أهمية قصوى لإقناع المزيد من المستثمرين بالاستثمار في موريتانيا، إذ سينعكس ذلك إيجابا على الجميع لمساهمته في تحسين مناخ الأعمال في البلاد.
مداخلات الحضور أكدت على أهمية هذا المؤشر باعتبار الترقي في سلمه يساهم في إقناع المستثمرين ويطمئنهم على سلامة وأمن ممتلكاتهم. ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول نتائج التقرير السنوي للبنك الدولي حول مؤشر تحسن مناخ الأعمال 2017 داونج بيزنس. انطلقت صباح اليوم بكلية الطب مسابقة لاختيار أزيد من 60 طبيبا سيحصلون على منح وتكوين خارج البلد أثناء دراستهم التخصصية بكلية الطب، وقد شارك في هذه المسابقة عدد من الأطباء العاملين بالبلد فضلا عن طلاب القسم السابع بكلية الطب. يشارك في هذه المسابقة 174 من الأطباء العامين فضلا عن طلاب القسم السابع من كلية الطب، ليتم لاحقا وفق نتائج المسابقة انتقاء 64 من المشاركين للتخصص داخل كلية الطب بجامعة نواكشوط العصرية. هذه المسابقة من ضمن النقاط اللي تتميز بها أنها تفتح التخصص للطلاب لنهاية دراستهم ستيمانية، والناس اللي من السنوات اللي صورتها اللي دجال اللي يبقوا عدوا سبيسياليتي، دونك معناها تختصر لهم الوقت وتطيب. كنت مشارك فيها، كانت مسابقة جيدة وتحت وسيلتها كانت معي صعبة، كانت متناول الناس كاملة. وبمباني كلية الطب تم التوقيع على اتفاق بين كلية الطب والمراكز الاستشفائية بالبلد يتيح حصول هؤلاء الأطباء على امتيازات وعلاوات أثناء فترة التربص مقدمة من المرافق الصحية فضلا عن منح دراسية من وزارة الصحة، ويتيح الاتفاق كذلك الحصول على تدريب في الدول المجاورة بعد مرور 3 سنوات من دراسة التخصص. حفل التوقيع يأتي في وقت يؤكد فيه القائمون على كلية الطب أن هذا الصرح العلمي أصبح اليوم يمتاز بالضوابط المطلوبة لتخريج كوادر طبية من مستويات عالية. إن سعادتنا اليوم كبيرة بحضوركم معنا لتوقيع اتفاقية المنظمة لتدريب طلابنا وأطبائنا المتخصصين الداخليين باسم جامعة نواكشوط العصرية ممثلة في كلية الطب، وذلك داخل مؤسساتكم الاستشفائية الوطنية. إن تأمين الحاجات الضرورية فيما يتعلق بالتطبيقات الطبية والكلينيكية للكادر البشري الطبي عموما يعتبر مسألة مركزية في صناعة أجيال من الأطباء مسلحين بمهارات عالية تستجيب لمتطلبات القضاء على الأوبئة والأمراض على وجه العموم. وتدخل هذه المسابقة في إطار جهود تبذلها كلية الطب بجامعة نواكشوط العصرية لتكوين وتطوير مهارات وقدرات الطلاب ضمن عملية تربوية وأكاديمية في ميدان الطب البشري عبر شراكة مع المراكز الاستشفائية في البلد. يعد الكاريكاتير أحد الفنون التعبيرية المتداولة على نطاق واسع في مختلف الأصناف الصحفية، وفي بلادنا استطاع هذا الفن أن يخلق جمهوره الخاص نظراً لقدرته على رصد تفاصيل الحياة اليومية للمواطن. بحركة دقيقة موجهة بريشة هذا الفنان أو حبري قلم رصاصه وببضع خطوط بسيطة ينظرها على ورقة بيضاء، يمتلك فنان الكاريكاتير قدرة هائلة على ممارسة النقد ببلاغة عالية. الكاريكاتير كلمة مشتقة من الكلمة الإيطالية كاركير التي تعني يبالغ، حيث يعتمد فنان الكاريكاتير في رسوماته على تحريف الملامح الطبيعية والاستعاضة عنها بأشكال ناقدة ومؤثرة تحمل شحنة من الجرأة في التعبير والبوح بهموم الناس. وفي بلادنا ظهر هذا الفن مع منتصف عقد الثمانينات ووصل أوجه مع بداية التسعينيات القرن الماضي بالتزامن مع الطفرة التي شهدتها الصحافة الورقية. الكاريكاتير فن ذو أبعاد متعددة، فهو يمكن أن يكون مقالة، يمكن أن يكون للنقد، يمكن أن يكون للتسلية، يمكن أن يكون لأشياء كثيرة، وسهل الإنجاز إذا حصلت طبعا الفكرة، وسهل أيضا كذلك القراءة بالنسبة للمتلقي. بالنسبة لموريتانيا كان الجمهور متفاعل مع الكاريكاتير
هذيك الأيام لما كنا نشروه في جريدة الشعب. الكاريكاتير فن نخبوي فعلا يتعاطوا معاه المثقفين والنخبة أكثر من العامة، ولكن في التسعينات مع ظهور جريدة الشطاري اللي تتحدث باللهجة الحسانية هذه قربت الكاريكاتير أكثر للمواطن الموريتاني. أصبح المواطن الموريتاني يشوف ذاته في الكاريكاتير، يشوف مشاكله اللي يعاني منها في الكاريكاتير، يضحك على مشاكله. الكاريكاتير الموريتاني حاضر، حاضر بقوة، حاضر بجماله، حاضر بخصائصه. فن الكاريكاتير هو السهل الممتنع، إلى جانب أنه في جانب فكاهي فيهم اللي جانب دلالي قوي، وبالتالي دائما المتلقي والمتلقي يسوى كان المتلقي المثقف أو المتلقي غير المثقف يرتبط به، لأنه الصورة دائما تعود مختزلة وقوية وصادمة ويصل إيحاءها إلى المتلقي. وبالتالي نحن شايفين في السنوات الأخيرة أن الموريتانيين بدأوا يتقبلوا وبدأوا يتفاعلوا معه وبدأ يأخذ هو مساحة معينة من منظومتنا التعبيرية هون داخل موريتانيا. ورغم المعوقات التي اعترضت هذا الفن مع بداية دخوله إلى الأصناف الفنية التعبيرية المتداولة في بلادنا نظرا لغياب ثقافة الصورة حينها، فإن هذا اللون من فنون الرسم استطاع أن يخلق له جمهورا وأن يرصد وجع وتفاصيل الحياة اليومية للمواطن الموريتاني في المدن والأرياف. هو فن راقي وفن زين ويحمل رسالة يقدر يرجع من خلاله يوصل ياسر من الرسائل ما يقدر يعبر عنهم، وفي حالتهم اللي عاد متلاقي قد يفهم ياسر من الشيء ما فهمه سابق شوف اللوحات. الفن الكاريكاتير هو فن جميل يعبر عن حالات المجتمع هذه الأيام، وجميل جدا بحيث أنه يعبر عن ياسر من المشاكل داخل البيوت وداخل المدينة. وراشين إن شاء الله الناس تتفهم عن ذا فن وعن ثقافة مدي ورسالة فنية تغير من المجتمع إلى الأحسن إن شاء الله. ومع أن الكاريكاتير تأثر إلى حد كبير بفعل الثورة الرقمية ومستجدات التقنية، فإنه ما زال في بلادنا يحظى بقدر معتبر من الاهتمام والمتابعة ويحتفظ لنفسه بقدرة خاصة على تسليط الأضواء الكاشفة على هموم المواطن وقضايا المجتمع المختلفة. أسعار المنازل في لندن لم تعد كما كانت عليه من ناحية الأسعار، هذا طبعا قبل 8 أشهر. مرحبا بديدي. هي 8 سنوات زميل أحمد، هو تراجع للمرة الأولى منذ 8 سنوات طبعا على الرغم من ارتفاعها في أنحاء بريطانيا عموما. كل ذلك مشاهدين الكرام سنتابعه بعد فاصل قصير بحول الله. النشرة الاقتصادية نبدأها بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. أظهرت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء الصيني نمو حجم توليد الطاقة الكهربائية في الصين بشكل أسرع في هذا الشهر بنسبة 6.4% مقارنة بالشهر الماضي. وقالت البيانات أن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة النووية والرياح والشمس قد ارتفع بنسبة 22%. قالت شركة للتمويل العقاري أن أسعار المنازل في لندن شهدت تراجعا للمرة الأولى خلال 8 سنوات على الرغم من ارتفاع أسعارها في جميع أنحاء بريطانيا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال عقد. وأضافت الشركة أن أسعار المنازل في العاصمة البريطانية تراجعت هذا الشهر بنسبة سنوية بلغت 0.6%. مشاهدينا الكرام نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. النشرة الاقتصادية مشاهدينا الكرام انتهت، لكن نشرة الثامنة ما زالت متواصلة صحبة زميلي أحمد والحسن الذي تلتقونه بعد الفاصل بحول الله. أهلا بكم من جديد. جاء في البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمنوف أنه في نهاية المطاف دعا
تقرر عقد اللقاء الدولي الرفيع المستوى حول سوريا في أستانا في النصف الثاني من ديسمبر من العام الجاري، كما اتفقت الدول الضامنة لمحادثات أستانا بحسب الوثيقة على بحث عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري. وتابع البيان: توافق الدول الضامنة على بحث في إطار عملية جنيف برعاية الأمم المتحدة مقترحات روسيا حول عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري التي أبلغ عنه الجانب الروسي الدول الضامنة. وكانت الجولة السابعة من المباحثات بين النظام السوري وممثلين لفصائل المعارضة قد انطلقت أمس في كازاخستان. أعلن رئيس إقليم كاتالونيا كارلوس بوشديمون المعزول من بروكسل قبوله بالانتخابات المحلية التي أعلنت مدريد عن النية بإجرائها، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم إعلان استقلال إقليم كاتالونيا الذي أعقب استفتاء الانفصال. ودعا كارلوس من بروكسل إلى إبطاء عملية استقلال الإقليم لتجنب الاضطرابات، كما نفى خبر عزمه طلب اللجوء من بلجيكا. وجاء قرار تعليق استقلال كاتالونيا استجابة لطلب قدمته حكومة مدريد، وسبق أن قضت المحكمة ببطلان استفتاء انفصال كاتالونيا عن إسبانيا باعتباره خرقا للدستور. سنيم الواذيب يقيل مدربة، والإكسار يواصل نزيف النقاط، ومحمد الحسن معنا لتقديم المزيد. مرحبا بكم. شكرا محمد الحسن. أهلا بكم مجددا. أعلن نادي سنيم الواذيب مساء اليوم بشكل رسمي فسخ العقد الذي كان يربطه بالمدرب الجزائري العقبي أبو هلال بالتراضي، وذلك في بيان نشره النادي وأكد خلاله تمنياته بالتوفيق لمدربه السابق. وقررت إدارة النادي إسناد مهمة التدريب للطاقم المساعد الذي يقوده المدرب الوطني نيانغ برفقة مدرب الحراس الكاميروني أميا، وتأتي قالة أبو هلال بعد النتائج المتواضعة هذا الموسم للنادي المعدني بالدوري المحلي. وقد تناولت التقارير خلال الساعات الماضية إقالة المدرب، لكن مصادر بالفريق أكدت أن الأمر مجرد خلاف وقد تم تجاوزه. كان أبو هلال قد درب خلال الموسم الماضي فريقي الإكسار وشباب الرياض، لكنه لم يستمر معهما طويلا حيث أقيل بعد فترة قصيرة أيضا. يواصل نادي الإكسار شيخ الأندية الموريتانية نزيف النقاط في الدوري المحلي، وذلك بتعادل جديد أمام الشرطة والثالث له على التوالي بعد خسارتين في الجولة الأولى والثانية من البطولة. الإكسار تقدم مع بداية الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد سالم المخيلي، وانتهى الشوط الأول بهدف دون رد، لكن الشرطة تمكن من إدراك التعادل عن طريق اللاعب نوح، واستطاع زميله نيانغ إضافة الهدف الثاني، ونجح الإكسار في العودة بالمباراة من جديد بهدف التعادل عن طريق المتألق مخيلة، استغل النقص العددي لفريق الشرطة بعد طرد اللاعب كوليبالي الذي حصل على الإنذار الثاني في المباراة. وبذلك يفشل نادي الإكسار في تحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم الذي بات يصنف على أنه أسوء انطلاقة للعميد منذ زمن بعيد. حقق نادي الكونكورد انتصارا غاليا على نظيره الحرس الوطني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب المرحوم شيخ البيدية في إطار الجولة الخامسة من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. وتمكن هداف الموسم الماضي مختار سيدي سالم من تسجيل هدف الفوز للكونكورد خلال الشوط الأول قبل أن يهدر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق. تواصل الاتحادية الموريتانية لتنس الطاولة تنفيذ أجندة الأنشطة التي تمت برمجتها خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث اختتمت منافسات البطولة الجهوية لتنس الطاولة، وذلك بعد أسابيع من التنافس بين 20 لاعبا ينشطون على مستوى أندية العاصمة. إرسال
استقبال على طاولة طولها 274 سنتيمترا ضمن مباراة من بين عدد من المباريات التي تصارع خلالها أكثر من 15 لاعبا ضمن البطولة الجهوية لتنس الطاولة المنظمة من طرف الاتحادية الموريتانية لتنس الطاولة، وذلك خلال أجندة الأنشطة التي تمت برمجتها من قبل هذه الاتحادية للموسم الجاري. البطولة تسعى من ورائها اتحادية اللعبة إلى توسيع دائرة المنافسة ورقعة انتشار اللعبة على مستوى كافة مقاطعات ولاية العاصمة الثلاث، خاصة أن لعبة تنس الطاولة تشكل إحدى الرياضات ذات الشعبية الأكبر من حيث عدد اللاعبين الممارسين لها. يتبارى خلال هذه اللعبة لاعبان في المسابقة الفردية وأربعة لاعبين في المسابقة الزوجية، ويتم فيها ضرب الكرة عند الإرسال بوجه أو ظهر المضرب إلى منطقة الخصم، ويتم احتساب النتيجة بعد ذلك بناء على عدد النقاط التي تحصل عليها اللاعبون في المسابقة، بحيث يفوز من حقق 11 نقطة أولا. ختام البطولة تميز بتقديم عدد من الجوائز المالية للفائزين الأوائل خلال هذه البطولة، إضافة إلى تقديم بعض اللوازم والمعدات الرياضية. نهاية نشرتنا الرياضية، شكرا على متابعتكم، عودة إلى زميلي أحمد الحسن. بالرياضة تنتهي نشرة الأخبار إلى أبرز عناوينها. الجمعية الوطنية تصادق في جلسة علنية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالطاقة الكهربائية والطرق البرية والمعادن. انطلاق ورشة للمصادقة على إطار البرمجة للتنمية الصناعية في بلادنا لتحسين تنافسية القطاع الصناعي. المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي إعلان استقلال إقليم كاتالونيا، ورئيس الإقليم المعزول ينفي عزمه طلب اللجوء لبلجيكا. النشرة الثامنة انتهت، إلى اللقاء. الرياضة هي الصحة، وبالتالي تحكم على ياسم الأمور بما هي ضرورية كالمخدرات وتصلح الأجسام. الرياضة هي أحسن شيء. باس واتساب من يومين إلى ست أيام، من دون كونكسيون واتسابك تمام، تواتسابي مع اهل الدشرة والأخيام. باس 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 واتساب، باس واتساب حصر الموريتال. اكتيفي باس واتساب واجل، شاتي ومشي فوكالات للكل. باس 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 واتساب. تمتعوا بالواتساب بدون اشتراك بالإنترنت حصرياً عند موريتال. باس واتساب لموريتال متاح بثلاث صيغ: باس يومين بمئتين أوقية، باس أربعة أيام بثلاثمائة أوقية، باس ستة أيام بخمسمائة أوقية. لتفعيل باس واتساب اضغطوا نجمة 123 نجمة رمز التعبئة نجمة 5 مربع. باس 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 واتساب. موريتال، عالم جديد بين يديك. زيادة 100% الدار، بفضل زيادة 100% الدار عبئوا هاتفكم الثابت واتصلوا نحو جميع الشبكات مقابل 30 أوقية فقط للدقيقة. زيادة 100% الدار صالحة أيضا لاشتراككم الثابت أهلي، ولراحة أكثر استخدموا بطاقات الجوال لتعبئة هواتفكم الثابتة. زيادة 100% الدار صالحة ابتداء من تعبئة 100 أوقية.
موريتيل عالم جديد بين يديك. طيبة، أهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الإخباري تحت الضوء، والتي يسعدنا أن نستضيفها لكم فيها الليلة السيد محمد والحبيب الرحمن رئيس لجنة تحسين مناخ الأعمال. أهلا بكم سيد رئيس. احتضن مقر البنك الدولي في بلادنا صباح اليوم حفلا لتقديم التقرير السنوي للبنك الدولي حول مؤشر تحسين مناخ الأعمال 2017، وأكدت نتائج هذا التقرير تقدم بلادنا 10 درجات عن السنوات الماضية، وسير السياسات الاقتصادية المتبعة من طرف السلطات الموريتانية بهذا الخصوص في الاتجاه الصحيح. ولسلط الضوء على هذا الموضوع نناقشه في المحورين التاليين: ما مؤشر مناخ الأعمال وما دلالته؟ ما الذي حققته بلادنا في مجال تحسين